كنا نسافر ويا احمد السعدون الله يذكره بالخير رحلات برلمانيه مثل الحين، رحنا امريكا سلمنا على بو جورج دبليو بوش وزير الخارجيه، ورحنا انجلترا نديل صور وياهم رئيسة البرلمان البريطاني، ورحنا كل مكان بلجيكا يعني اماكن كثيره. فكنا نقعد يعني طبعا باوقات الفراغ اقعد مع النواب ونسولف. نواب الحين والله اتذكرهم كل، تذكر ابو احمد يوم يجيك على موضوع هذه الشركه الفلانيه، كان تتصل برئيس مجلس الاداره كان يقول هذا الشركه عملها جيد وياكم ولا لا؟ كان يقول جيد، ليش ما تعطونها مناقصه؟ بدل اذا زينوا هذه الناس كويتيين ومحترمين وعوائل وما شنو اعطوها. يقول يعطونها. يقول تذكر ايش؟ يقول وانصفتهم؟ قلت له اي. كان يقول حصلت من وراهم اعطوني شو اسمه مده يد كذي المبلغ. قلت له الان اخرك ازيد من المعاشات اللي حصلتها انا كوزير. نعم. والله العظيم واحد ثاني كان يقول تذكر يوم هذه مده يد اي مده يد مده يد فوق البيع فوق البيع اي انه يعني ضبطهم. نعم. ولا انا مو مضبط، وانا اللي مضبطهم، انا ام بلوشي بلوشي ما ضبطهم. لا 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 ما تبي يضبطوني. لا 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 الحمد لله. زين والله العظيم انا اتذكر واحد ثاني كان يقول تذكر الموضوع اللي جيتك عليه على الشركه وما شنو وانصفنا؟ قلت له اي. كان يقول انا والله كان عندي مديونيات صعبه عند البنك الفلاني، اعطوني مبلغ عشان اروح مديونياتي. قلت الحمد لله الحمد لله الحمد لله فرجت على الناس وطلعت كما ولدتني امي.